لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لست أنسى بها ليالي أنس مشرقات وعهدنا المعهودا. قد نظمنا فيها حديث التهاني ونثرنا عقد الهوان. منضودا يا وتوالت لنا المسرات فيها. فحسبنا الزمان ما زال عيدا، ما حسبنا أن الزمان يرينا بعد إقباله علينا صدودا. شيمة للزمان شب عليها، لم يسالم من كيده موجودا. يا لا يراعي أخا العلا لعلاه من حيا، لا ولا يراعي الوليدا. أترى للعلا أخا كحسين، أم ترى مثل طفله مولودا. ذاك أرداه بالحسام وهذا سهمه قد أصاب منه الوريدا. وازرته عصابة لو إليها برز الموت للقاء لأبيدا. وقف على أجسادهم مؤبنا أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبه. إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي. أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب. ظل ناديهم يا فرساني يتخلوني وحيد. شو السبب عفتم خيمكم ونمتوا على الصعيد؟ لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عضيد. وابن سعد بعدي يسر هالحراير نيته، شلون يا عباس تتركني وحريمي محيرة؟ عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم بالثرى،
وهاي زينب عقب عينك بالحرم متمرمرة، تدري بلي يفقد عضيده تقل يا خويا حيلته، وعاين الجاسم جفوفه مخضبه ودمه يسيح، وقف يجري الدمع يمه والقلب منه جريح، ساعة صاح يا ابن الحسن ساعة معرس وساعة ذبيح، على مصابك جيبها سكن العزيزة شقته، وبس نظر الأكبر علي وعاينة وصالة مقطعة، نسى الجاسم والعضيد اللي بجنب المشرعة، وانحنى فوق وغسل طبرة الرأس بمدمعة، وجذب حسرة على الولد والحزن ذوب مهجته، ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة عن الصراط حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ولايتنا أهل البيت. لعل أهم ما يميز الإنسان في هذا الوجود هو عطاؤه. الإنسان واقعا هو إنسان بوعيه، بفكره، بعطائه، بمواقفه. إذا تريد تقيم أي إنسان، أكو جنبة مهمة جدا في شخصيته وهي تتمثل في الأخلاق. هذه قيمة الإنسان، مو قيمة الإنسان بماله ولا بموقعه الاجتماعي. ولا أنا أؤكد لك كثير من الناس أصلا لا يحظون باحترام المجتمع في الوقت الذي هم يمتلكون مليارات الدولارات. لاحظ الإنسان إذا كان عنده خلق كما في الرواية يداري به الناس، الإنسان يحترم من هذا الجانب. أما إذا هو تجرد عن أخلاقه وعن قيمه وعن مثله لا يحظى باحترام أحد، أصلا يسقط من أعين الناس. ومهما وقعا قدم الإنسان إلى الناس، كل ما يقدمه الإنسان إلى الناس وقعا سوف يذكر، ها كما قلت، بمواقفه، بما يقدمه من خدمات إلى الناس. في بعض الروايات ليس هناك شيء أفضل بعد الإيمان بالله من النفع لعباد الله، وبالعكس ليس هناك شيء أبغض إلى الله سبحانه وتعالى بعد الإلحاد به من الأذية لعباد الله. واقعا طال عمر الإنسان أم قصر، سوف يسأل في نهاية المطاف عن ماذا؟ عن عمره فيما أفناه. الإمام الحسن المجتبى له وصية جدا رائعة في هذا المجال، حينما يدخل عليه أحدهم ويطلب من عنده موعظة نصيحة وهو في أنفاسه الأخيرة، فيقول الإمام: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم بأنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. فسوف يسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، كيف قضى هذا العمر، وكم عسانا أن نعيش، يعني معدل الأعمار، أعمار البشر اليوم، أعمار أمتي بين 60 و70، يعني لو واحد وصل إلى 100 سنة أو 120 سنة نقول معمر. أنت لا تستغرب أبدا، يعني البعض إذا يصل إلى
هذه المرحلة يعني 100 أو 120، هذه من الأرقام النادرة في زماننا هذا. بس شوف هذا الإنسان عايش 100 و120 سنة، ما الذي أهله لأن يعيش هذه الفترة الزمنية؟ عمل، أليس كذلك؟ الإمام الصادق يشير بصراحة إلى هذا المعنى، أكثر الناس يموتون بسبب أعمالهم لا بسبب آجالهم، بسبب أعمالهم في الغالب. يعني خذ إليك روايات صلة الرحيم واضحة في هذا المجال، يموتون بسبب أعمالهم، بسبب مواقفهم لا بسبب آجالهم. إن العبد في الرواية ليبقى من عمره 30 سنة فيقطع الرحم فيصيرها الله 3، وبالعكس إن العبد ليبقى من عمره 3 سنين فيصل الرحم فيصيرها الله 33 سنة. فإذن عمل الإنسان له مدخلية في طول عمره وفي تقصير عمره. عندنا روايات مثلا عقوق الوالدين أيضا تقصر عمر الإنسان، كثير من الأعمال تقصر عمر الإنسان، قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، البغي على عباد الله وهكذا. وقد واحد يشكل يطرح علي إشكال، أشوف بعض الناس نعم صلحاء ومؤمنين ولكنهم يموتون وهم في مقتبل العمر، كيف نوفق بين هذا وذاك؟ بعض الروايات تقول هذا الإنسان المؤمن إذا كان عبدا صالحا وتوفاه الله سبحانه وتعالى في مقتبل عمره، الروايات تقول إن الله يشتاق إلى عبده، يشتاق إلى لقاء عبده كما يشتاق العبد إلى لقاء ربه. أصلاً الروايات تقول تأتي ساعة على الإنسان المؤمن وهي الساعة اللحظات الأخيرة في حياته، الله سبحانه وتعالى يرسل عليه ريحاً طيبة، هذه الريح تنسي أولاده، تنسي أمواله، ما يبقى بعد قلب متعلق بشيء غير الله عز وجل. المؤمن يطلب في تلك اللحظات من ملك الموت أن يعجل في قبض روحه، لأنه ينظر إلى ما أعده الله له من النعيم المقيم. على أي الأحوال، فسوف يسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، كيف قضى هذا العمر؟ في طاعة الله، في معصية الله، في النفع لعباد الله، في مضرة وأذية عباد الله. طبعا أنا وأنت تأثر فينا هذه المواعظ، تحرك شوي مشاعرنا، بس أكد لك ترى بعض الناس لا تهزهم لا آية ولا رواية ويستمرون في ظلم الآخرين وفي انتهاك حرمات الناس، ما عنده أصلا. هذا الذي تعبر عنهم الروايات أموات الأحياء، حي ولكنه ميت. يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر. هؤلاء لا يتعظون ولا يعتبرون أصلا، بل ينزعجون إذا سمعوا موعظة أو آية تتحدث عن مواقفهم وعن أعمالهم المخزية. متى يستيقظ هؤلاء؟ الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. يسأل عن عمره فيما أفناه، بعد عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال هذا الذي بيد الإنسان والذي يوظف في مناحي الحياة العامة وليس ملكا له، هذه الملكية يعبرون عنها ملكية صورية اعتبارية ليست ملكية حقيقية، بدليل أن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته، مو إذا مات. عندنا باب في الفقه يسمونه باب منجزات المريض، زين، يعني المرض الذي في الغالب يفضي إلى الموت في هذه اللحظات. طبعا لا يحق للإنسان أن يتصرف بكامل ماله بعد ما مات،
باب منجزات أو منجزات المريض أدق. لا يحق له في تلك اللحظات أن يتصرف بكامل أمواله، يعني هو الآن قاب قوسين أو أدنى من الموت، مع ذلك يقولون لا، لا يحق له إلا في هذه النسبة وهي الثلث، لا يحق له أن يتصرف بكامل ماله، يعرف بأنه طالع من الدنيا ميت لا محالة، يصير بأنه يوزع الأموال ويقسمها كما يشتهي، لا، في ثلث ماله فقط. وحتى لو مات، إذا كان الإنسان ما عنده وصية بالثلث، الورثة غير ملزمين أصلا بأن يعملوا له أعمال الخير والبر والإحسان، فهذا المال هو مال الله. وفي الرواية أو في بعض الأحاديث القدسية: المال مالي والأغنياء كلائي والفقراء عيالي، فمن بخل بمالي على عيالي أدخلته النار ولا أبالي. عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عن ماله، عن مصدر ماله، عن مصدر ثروته، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اليوم إذا كان البعض ينزعج إذا قيل له من أين لك هذا، يوم القيامة سوف يخضع إلى نفس السؤال: من أين لك هذا؟ أكو بعض الناس الآن يجمعون ثروة أصلا لا تتناسب مع سنية عمرهم، من وين؟ متى جمع هذه الأموال؟ ثروة لا تتناسب مع سنية عمره، يعني أرجوك الآن إذا كان هو عمره 80 سنة ويمتلك 85 مليار، متى جمعها؟ أنا وأنت إذا قدر لنا أن نعيش 100 أو 200 سنة، نجمع مليار، نجمع مليون؟ طبعا لا. وفيما أنفق، شوفهم الآن، مال، أكو مال عام يسمونه، يستأثر به، قمة الأنانية أن يستأثر الإنسان بالمال العام له ولأفراد عائلته، ما عنده استعداد أن يعطي أحد، لكن تشوفه يقعد على موائد القمار والخمرة هناك يبدد ملايين الدولارات في لحظات. من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وفي الرواية: إذا كان يوم القيامة يؤتى برجل جمع مالا من حرام وأنفقه في حرام فيقال اذهبوا به إلى النار، ويؤتى برجل ثان جمع مالا من حرام وأنفقه في حلال فيقال اذهبوا به إلى النار، ثم يؤتى برجل ثالث جمع مالا من حلال وأنفقه في حرام فيقال اذهبوا به إلى النار، ثم يؤتى برجل رابع جمع مالا من حلال وأنفقه في حلال فيقال له قف للحساب، إن هذه الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وأخيرا وعن ولايتنا أهل البيت، عن ولايتنا أهل البيت. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: بني الإسلام على 5، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. ولهذا ورد في الحديث عنوان صحيفة المؤمن: حب علي. هذا عنواننا، هذه هويتنا، عنوان صحيفة المؤمن حب علي. إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما من مؤمن محب لنا مبغض لعدونا. تأمل الرواية: ما من مؤمن محب لنا مبغض لعدونا. تولي تبري، يعني لا يكفي الحب لأهل البيت، أحب أهل البيت وأجلس ويا أعدائهم، أجامل أعدائهم، ما يصير هذا أصلا،
ما من مؤمن محب لنا مبغض لعدونا وتحضره الوفاة إلا ويحضره رسول الله وعلي والحسن والحسين وفي رواية سائر الأئمة يحضرون. الإمام الصادق يقول لأحد أصحابه: سيحضر عند موتك آبائي وأجدادي. لماذا سيدي؟ قال: يوصون ملك الموت بضرورة الرفق بك والتخفيف عليك. سيحضر عند موتك آبائي وأجدادي. في تلك الساعة الإنسان وهو يفارق الحياة، إحنا هذا اللي نريده أخواني، هذا أعظم رصيد وأعظم زاد يطلع به الإنسان من الدنيا، وهو زاد الولاية، رصيد الولاية. إحنا نعتقد هذا المعنى، سمع لنا من أبناء العامة، إحنا نعتقد بأنه كل أعمالنا هذه إذا لم تقترن بولاية علي وآل علي لا تقبل، لا تقبل أصلا. وهذا دليل موجود في القرآن الكريم. بس أنا أستغرب ليش الجماعة، ليش هذه المكابرة وليش هذا العناد؟ ها؟ تتصور أنه البعض اليوم معذور، هذول معذورين أبناء العامة؟ والله لا يعذر أحد، خصوصا مع وجود هذه الوسائل العلمية الحديثة، مع وجود هذه المنظومة المعلوماتية، مو معذور أنت، يقدر يطلع على مواقع كثيرة ويتعرف على الحق. وإلا ليش يعني ذاك يتعب نفسه ويطلع على مواقع الهدى، مواقع البصيرة، فيهتدي إلى علي وآل علي؟ شنو ليش يعني الإنسان يجي يكتب تجربته؟ أنا أعتبره هذا شجاع، يستحق وسام الشجاعة. ما يخجل، يعني مو عيب يقول أنا كنت في السابق على مذهب الخلاف، على غير منهج علي، ثم يجي ويكتب تجربته ثم اهتديت. أنا غير آسف يقول على هذا المعنى، بالعكس أتشرف أن أنقل تجربتي إلى الناس لعل الطرف الآخر يستبصر يهتدي، يألف كتاب ثم اهتديت. في مقدمة هذا الكتاب سيد التيجاني هو يقول عن نفسه: أنا كنت لا أعلم بأنني من ذرية رسول الله. سيده ما يدري هو سيد، بلاحظ سيد ولا يعلم بأنه من السادة إلا بعد ذلك حينما أخرجوا تلك الشجرة. وبين قوسين بين هلالين خلي هذا السادة هواية هنا موجودين. الآن عندنا مشكلة صايرة وهي ادعاء السيادة. هي مو مسألة ديكور ولا مسألة وجاهة. الواحد لابس عمة بيضاء وخلعها ولبس عمة سوداء وأحدث ضجة في المجتمع، وأربك وضع المؤمنين. ليش يعني أنت لست سيدا؟ ليش لابس العمة السوداء؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: لعن الله الداخل فينا من غير نسب والخارج منا من غير سباب. أنت لست سيدا. والغريب هنا واحد ليس من السادة، ليس من ذرية رسول الله، وهو يدعي السيادة. والأدهى والأمر من ذلك سيد ويخرج عن رسول الله. أنا أعرف بعض السادة طلع، لكن هو شقي. أنت سيد، أنت تنتسب إلى ذرية رسول الله، أنت تنتسب إلى العترة، إلى أهل البيت، تروح تطلع تسمي اسمك خالد؟ بل تنتحل مذهب أهل الخلاف؟ مشكلة هذا. المهم خليني أأتي إلى هذه الفقرة. هذا الرجل في مقدمة كتابه يقول في البداية، شوف الاهتداء لأهل البيت، في البداية بداية الاستبصار، بداية التحول. يقول: أخذني هذا المرافق اللي كنت وياه، جاء بي إلى بغداد،
جاء إلي بغداد يقول رحنا زرنا بدأنا بأبي حنيفة. أنا أنقل لك تجربة الرجل وأنا لست بصدد التعريض بأحد. ثم جئنا إلى زيارة الإمام الكاظم، شفت الوضع هناك يختلف تماما. أبو حنيفة وما كان عنده كثرة الزوار، مسجد فارغ. بينما دخلت إلى حرم الإمام الكاظم باب الحوائج الإمام الجواد، شفت ازدحام الناس على ذلك المكان، بين إنسان يصلي يقرأ القرآن يناجي. يقول أنا صليت بس هناك لم ينفتح ذلك القفل، بل على قلوب أقفالها، هذا قفل عليه، أكو حجاب يحتاج إلى من يزيل هذا الحجاب، من يفتح هذا القفل، وهذا يحتاج إلى عناية من الله سبحانه وتعالى. بعدين جاءوا بي إلى النجف الأشرف، وشفت نفس الحالة وتوجه الناس وزيارة الناس وبكاء الناس عند أمير المؤمنين. خرجت ولم ينفتح القفل بعد. جاءوا بي إلى كربلاء، يقول زرت الحسين، رزقنا الله وإياكم الوصول، زرت الحسين توسلت، ولكن نفس الحالة لم ينفتح القفل بعد. يقول في طريقي بين الحسين وبين العباس كنت أستمع إلى خطيب وهو يقرأ ويقول هذه العبارة، يقرأ مصيبة الحر بن يزيد الرياحي، هو يعبر هكذا مصيبة الحر بن يزيد الرياحي، وكنت لا أعرف من هو الحر، ما كنت أعرف من هو الحر بن يزيد الرياحي، بس يقول الخطيب شدني بحسن صوته بحسن أدائه. قلت للمرافق دعنا نجلس حتى نستمع، هو قاعد يسرد الحادثة والناس يبكون، خصوصا حينما وصل إلى هذه الفقرة. أخير نفسي لو سألت عن أشجع واحد من أصحاب الحر يقول لما لي أراك مضطرب، لو سألت عن أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، كان يعد من فرط قوته بألف فارس. قال والله أخير، أنا لست خائفا ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار. يقول في تلك اللحظة أنا أجهشت بالبكاء، في تلك اللحظة حينما استمعت إلى تفاصيل هذه الحادثة أجهشت بالبكاء، وفي تلك اللحظة انفتح قفل قلبي وتصورت نفسي أنا الحر هذا الحسين، وقد جئته تائبا، قضيت عمري هذا كله وأنا بعيد عنهم وبعيد عن خطهم وبعيد عن منهجهم، لكن جزاه الله خير الجزاء. يقول أنا لكن كفرت عن كل هذا، حينما ينشر هذه المعلومات ويبصر الناس كم من الذين تشيعوا على يديه، لأن يهدي يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، مو مئات اهتدوا على يديه. ولهذا الرواية تقول في ساعة الاحتضار يأتي أهل البيت، يأتون إليه في تلك اللحظة أول مرة كما قلت يوصون ملك الموت به، ثم يبتسمون في وجهه، يراهم بحيث يرتاح، يسره تسره رؤيتهم. هذا دليل، يقول بعض العلماء قبول العمل إذا تبسم أهل البيت في وجه المحتضر. بس أكو خصوصية هنا، بعض الروايات تقول إلى الحسين، أكو خصوصية إلى الحسين في تلك اللحظة، اللحظات الأخيرة الحسين يلتفت إلى هذا المؤمن. تدري ليش هذه الخصوصية؟
خصوصية إلى سيد الشهداء سلام الله عليه، لأن صلوا على محمد. تدري شنو هذه الخصوصية؟ يعني الحسين سلام الله عليه كل من قدم له خدمة، ها؟ والإمام يقول كلنا سفن نجاة وسفينة الحسين أوسع وأسرع. نعم، هنيئا لمن وجد في صحيفة أعماله خدمة الحسين، والله شرف خدمة الحسين، وشرف أن يقال لي عبد للحسين، أنا لست عبدا لك، أتشرف أن أكون عبد للحسين، نحن لسنا عبيدا لك، خدام للحسين نعم، ولكننا لسنا خداما لك. هذا وسام إذا وجد في صحيفة عمله، في سجل عمله خدمة. هذه الخدمة تمثلت مثلا في حضوره إلى مأتم الحسين، إلى مجلس الحسين، هذه المجالس التي البعض الآن يحاول أن يقلل من قيمتها، أتأسف كثير إذا البعض اليوم صار يتعامل مع المجالس من دون وعي، ما عنده وعي. ليش جفت مشاعر الناس تجاه مجالس الحسين؟ لا أعلم. أو وجد هذا العنوان زيارة الحسين وبه أختم، وجد عنوان في صحيفة عمله زائر، زائر. أكو واحد من عندنا ما يحرص على أن يكون هذا العنوان موجود في صحيفة عمله؟ زيارة الحسين بعض العلماء أوجبها في العمر مرة. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: من لم يأتي قبر الحسين حتى يموت كان منتقص الدين، منتقص الإيمان، وإن مات وأدخل الجنة كان دون درجة المؤمنين في الجنة. من زار قبر الحسين في الرواية خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإن زيارة الحسين تحط الذنوب العظام. موجود هذا العنوان في صحيفة عمله، عنوان زائر، خصوصا الذين يمشون إلى زيارته، هنيئا لهم. في تلك الساعة يأتي إليه يقول له: أنا جئت إليك لأؤدي هذا الجزء، ترى أنت زائري وحقك كبير علي، بس أنا جئت أؤدي هذا الحق، أنت زرتني وأنا جئت لزيارتك. وقبل أن ينصرف عنه تقول الرواية: أول مرة الحسين يتبسم في وجهه ثم يقول له: يا فلان لا تخف، أنا معك، ما راح نتخلى عنك، أنت الآن في آخر لحظات الدنيا، أنا معك. وين وياه أبا عبد الله؟ أين تكون معه؟ قل: أنا وياه. هذه أول ساعة. بعدين في يوم القيامة شيعتي يتطلعون إلي في ذلك اليوم المهول، المهول المخوف، يتطلعون إلي في ذلك اليوم، أخذ بيدهم أنجيهم من النار. بعد مو أنت خادمي، أنت زائري، أنا راح أعطيك كرامة، يقول للحسين، ها؟ راح أعطيك ما يتناسب مع خدمتك لي. ماذا؟ قال: سوف تشيع تشيع يتناسب مع خدمتك، مع ولائك لي. والله شفت بعض الناس جدا بسطاء، جدا فقراء، لكنه قطعة إيمان، قطعة ولاء للحسين، حظي بتشييع كبير للغاية.
كان راح أخلي لك تشيع يتناسب مع خدمتك لي، مع إخلاصك لي. وفعلا ترى خدام الحسين حصلوا على هذه المرتبة وعلى هذه الميزة. وأنت أبا عبد الله، شوف هذا خدام الحسين يحصلون على هذه المرتبة، بس هذا الذي احنا كنا خدام إله ولا زلنا، مو نقرأ في الرواية ما حظي بتشييع خادم من خدامه. يقول له وأنت أبا عبد الله، يقول له أنا مو فقط أبقى ثلاثة أيام، تعال شوف ماذا جرى علي في تلك اللحظة. وقاعد يحدث، يخاطب هذا الموالي، وانا مصابي لا جرى ولا بعد يجري، وقت احتضار الشمر جاثي فوق صدري، هب روداجي ويحز بالسيف نحري، وظلت الجثة تطر فوق الوطية، وانا بعد ما داس صدري الشمر بن عيال، هبر وداجي وشال راسي فوق عسايال، وظلت الجثة تطر في حر الرمال، فيها من الطمرات 1900، روحي في دلاياك يا الذي للغسل ما نايال، ولا الجسد منين حمل من فوق شيال، ولا الجنازة هللت من خلفها رجايال، ما أحد حفر قبرايا ورا جثة في الكافور تربايا، والغسل دمه الجاري، والكفن فصل أبو محمد بواري، وقبره بقلب اخته خذوها بجمع العاري، وبقلب الذي خلاص زمانه في بواجي، أبا عبد الله الميت إذا مات الخلايق تحضر جهازه، وتتساعد العالم على سرعة وجازة، ويصيح صايح في البلايا عدكم جنازة، يا سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر فيه، وابن البتولة ما حصايا الواحد ينادي، قوموا عن الرمضايا ارفعوا مهجة الهادي، حصل منادي دركبوا يا ظهور العوادي، وخلوا بنات الأعوجية تصعد عليه، داست على صدره أيوا حسينا، داست على صدرايا وردت كل أعضاء، وصدت الحورة صايا باب الحملات تنخايا، كل واحد تجيله وبس حسين تنسى، يا ليت حاضر كان برض الغاضرية، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء عار، تجول عليه الخيل عادية. إلهي نسألك وندعوك
مشايخنا سيدنا خطباء تفضلوا. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ونقسم عليك بمحمد وآل محمد، فرج عنا يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا من اجتمعنا لأجلها وسببها. اللهم ارحمها برحمتك وأسكنها الفسيح من جنتك. اللهم جاف الأرض عن جنبيها، أصعد بروحها إليك. ما أتتك اللهم به من عمل صالح فتقبله منها وضاعفه لها، وما أتتك به من عمل سيء فتجاوز اللهم عن سيئاتها واغفر لنا ولها، واجعلها عندك في أعلى عليين، واخلف على عقبها في الغابرين، وعندك نحتسبها يا رب العالمين. اللهم ارحم غربتها وآنس وحشتها وصل وحدتها، واحشرها في زمرة محمد وآل محمد، إلى روحها وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، لا سيما إلى أرواح الشهداء السعداء. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. صلى على محمد وآل محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،